أما هلا مشاهدينا بننتقل لأولى مساحاتنا لليوم، ورح نحكي فيها عن الرياضة. كثير من محبي الرياضة واللياقة البدنية بيبذلوا قصار جهدهم بكل تمرين، ويمكن بيوصلوا لمرحلة بيتدربوا 7 أيام بالأسبوع ولساعات طويلة. اليوم رح نحكي عن شيء بنسميه متلازمة الأفراط بالتدريب، لنحكي عن هاي المتلازمة، أسبابها، آثارها الجانبية على الجسد. معنا الكوتش منال المصري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. خلينا بالبداية نعرف للمشاهدين أكثر شو معنى متلازمة الأفراط بالتدريب، لأنه بالآونة الأخيرة يمكن صار هيك ستايل الحياة أو الموضة، بتلاقي الناس عم تتوجه لنحو الرياضة، وفي هيك التزام بشكل مبالغ فيه، يعني 7 أيام بالأسبوع. كنا نسمع مثلا 40 دقيقة، يعني مرتين بالأسبوع كتير منيح، ممكن 3 مرات. اليوم لا، عم نشوف بشكل يومي 2 3 المساء. خلينا نحكي عنه. تمام، مزبوط هذا الحكي، خصوصي هلا انه الاشخاص صاروا مثلا حسب ما بنتابع كثير على السوشيال ميديا، فبنشوف الاجسام الحلوه، فبتلاقي الشخص مثلا او شاف مثلا حدا عم يتمرن، حاطط فيديو من الجيم، فبيتحمس، انا بدي اعمل جسمي مثله، انا بدي العب مثل هذا التمرين. فهو بينزل بحماس كثير وطاقه كبيره على الجيم، بيلعب بشكل مفرط فيه، بلاقي بعد فتره رجعت يا اما تعب، يا اما رجع انسحب، يا اما خفت همته على التمرين. هون شو بيكون صار مع هذا الشخص؟ متلازمه فرط التمرين، اللي هو انه بيكون الشخص عم يتمرن بشكل ما عم بيقابله الحجم المناسب من الاستشفاء العضلي بعد التمرين كالنوم والراحه وهي القصص، فالريكفري تبع العضله عم بيكون ضعيف، وهالشيء رح ينعكس على الاداء الرياضي تبعه. مثل انه احنا ننزل نتمرن، بيكون التمرين كثافته كثير عاليه وحجم التمرين كثير كبير، ونرجع ما بننام منيح، ما بناكل منيح، اكلنا بيكون ما انه قد حاجه اللي نحن حرقناه، ما رممنا العضلات، فنحن هاي العضله عندنا رح تضعف، وراح تصير جسمنا ما فيه طاقه، رح ننزل على التمرين اللي بعده ادائنا اقل. بدل ما نحن بنتحسن رح نتراجع لورا، فهذا اللي بيصير بفرط التمرين. طيب خلينا نحكي ايمت الواحد بيوصل لهي المرحله، ايمت فيني اقول هيدا الشخص عنده هي المتلازمه، لحتى اقول انه مثلا في عنده مبالغه بالرياضه او تعلقه بالرياضه. تمام، هلا في اعراض بتظهر على الشخص، نحن يعني ككوتشات نحن بنلاحظ على الشخص اذا هو عنده فرط تمرين او هو بيحس على حياته، يعني هو ما بيقدر بيخبي هذا الشيء، بيكون كثير واضح. اول نقطه عندنا بيصير عنده انخفاض بالاداء الرياضي، يعني نحن العضله ما عم تاخذ حاجتها من الاستشفاء، ما عم تاخذ حاجتها من الراحه، من النوم، من الغذاء، فالعضله عم تصير اضعف، فنحن كتلتنا العضليه عم بتخف، طاقتنا عم تروح اكثر، ما عم نقدر نلعب التمرين بنشاط وطاقه مثل ما بلشنا. فهون بنبلش نحس انه نحن في عندنا مشكله بالاسترخاء والنوم لفتره من غير متقطعه وخلال الليل بشكل كامل، فبيصير عندنا هون لا بيصير عندنا ارق، بيصير نومنا متقطع، فبنعرف انه نحن عم بنعاني من مشكله هون. بيصير في عندنا كمان مشكله بارتفاع ضغط الدم، بيرتفع ضغط الدم عندنا حتى بحالات الراحه. كمان هذا من اعراض فرط التمرين. غير هيك كمان بلاحظ انه هذا الشخص ممكن يصير عنده خلل بالاداء الفيزيولوجي، بيصير في عندنا خربطه بالهرمونات عنده، وبالاضافه انه هو بيصير بيهرب من التمرين، بنصير كل يوم نلاقي حجج، انا اليوم تعبان، انا اليوم راسي عم يجعني، انا اليوم عندي موعد ما حروح على التمرين، بيصير بيحط حجج لانه نفسيته بتتعب بسبب الارهاق اللي عم بيصير عليه بسبب ضغط التمرين، فبيصير بيهرب من التمرين، ما عاد بيحب يروح عليه. طيب هيدا اللي بيصير او بيصاب الاشخاص ممكن نقول العاديين، ولا في اختلاف مع الناس الرياضيين اللي بيلعبوا رياضه بشكل مستمر وهن رياضيين بالاساس؟ تمام، هو بيصيب الاشخاص يعني نوعين من هدول الاشخاص، ممكن الرياضيين المحترفين او ناس اللي بيلعبوا منيح او لهم فترات طويله بيصيروا بدهم لسه نتائج اكثر، فبيصيروا بيضغطوا على حالهم اكثر انه انا بدي العب اكثر، بدي مثلا انه انا احسن ادائي بشكل اكبر، انا عم نزل وزني ولي فتره منيح عم بعمل، لا بدي شد همتي اكثر. هون ممكن يكون هو عم يتجاوز البرنامج التدريبي المسموح له وعم بيزيد على حاله ضغط زياده، فجسمه راح يتعب. ممكن الاشخاص العاديين اللي بيكون لسه جسمهم ما نجهز لهالحجم الهائل من التمرين، انه بيكون الكثافه عاليه والشده والحجم عالي تبع التمرين، فهو لسه جسمه وعضلاته اجهزته الداخليه ما انا مستعده لهذا الشيء، فهو هون بيصير عم يلعب بزياده عن طاقه جسمه، فبيصير عنده اوفر تريننج كمان. طيب هون فينا نقول كمان ستايل الحياة ممكن يلعب دور بهي المتلازمة، إذا ما عم ياكل منيح، إذا ما كان عنده نظام غذائي صحي، مثل ما قلت يمكن في كمان عمل إضافي مثلا غير الرياضة، هو عنده عمل يومي بده مجهود بدني، فهذا بيكون مجهود بدني إضافي لإله.
تمام. هلا دائما فرط التمرين هو بيكون له سببين، يا بيكون السبب بصراحه هو من الكوتش، يا بيكون من المتدرب. لما بيكون من المتدرب بيكون هو نظام حياته غير صحي. بيكون هو مثلا بيسهر كثير، بيخلص تمرين مثلا بيروح بيرجل، بيروح بيسهر مع رفقاته بدل ما يروح ينام ويرتاح وياخذ وجبه صحيه، ممكن يكون بيدخن بشراهه، ممكن يكون عم يستهلك كميات كافيين كثير كبيره. يعني نحن مثلا بنعرف انه الكافيين هو بالعكس مكمل غذائي منيح وبينشطنا بالتمرين، لكن كل شيء بيزيد عن حده بينقص. كميات الكافيين الكبيره راح تسبب عنا ارتفاع بضغط الدم، ممكن اذا كان في اشخاص بيصلوا لمرحله بيستهلكوا الكافيين بكميات هائله خلال النهار، طبعا هي حاله بتوصل لحاله طبيه مرضيه كثير خطره، يعني بتسبب تلف بالالياف العضليه. كل هاي الامور بتاثر على هذا على الشخص. يعني نظام الحياه كمان اذا كان هو بيشتغل شغل فيه مجهود بدني وعم يضغط على حاله بالتمرين وعم يرجع على الشغل وبعد التمرين عم يقضي وقت كثير طويل وبيرجع ما بينام منيح، كله هذا عم بياثر على الاستشفاء العضلي، العضله عم بيصير فيها هدم وما عم تقدر ترتاح، ما عم تقدر ترجع تبني عن جديد، فهذا تراكمه مع بعض بيعمل له اوفر تريننج كمان. طيب جميع انواع الرياضات ممكن الافراط منها يؤدي لنفس النتيجه ولا تختلف انواع طبعاً. الرياضات اي اكيد اي نوع رياضه نحن ممكن يكون، هلا نحن بنعرف انه التمرين هو بيكون يعني في له شده معينه، كثافه معينه، وحجم معين، تمام؟ هذا الشيء بينطبق على كل انواع الرياضات، شو ما كنا عم نلعب، كنا عم نسبح، عم نعمل ركوب دراجه، عم نلعب صف ايروبيكس، عم نعمل كومبات، اي صف نحن بنلعبه التمرين ممكن تكون الشده تبعته اذا كانت كثير عاليه، اذا كان الكثافه تبعته كثير عاليه، فهذا الشيء اكيد بيسبب لنا اوفر تريننج عند الاشخاص. طيب كوتش خلينا نحكي، يعني يقال الافراط بالتمارين يؤدي الى فينا نقول تقليل الاداء الفعلي للرياضه وبنفس الوقت هيك بتخف الهمه، خلينا نشرح للناس اكثر كيف، يعني لما انا مثلا فعليا مثلا بدال النص ساعه انا ساعه او ساعتين عم العب رياضه، كيف بيصير هيك في عندك مثلا العضله ممكن مثل ما قلتي يعني تخف النتائج ما عاد تقدر تعطي القوه ذاتها وممكن نرجع نهدمها؟ يعني نحن بنعرف انه العضله بترجع بتبني حالها من اول وجديد. مزبوط. هلا في نقطه هون نحن كمان ننوه، لانه مثلا نحن مسموح لنا نلعب رياضه بالنهار ما يعادل تقريبا يعني ما نتجاوز 90 دقيقه خلال التمرين، وكمان حسب يومي على حسب نوع التمرين كمان. يعني هيك كمان نحكي فيها انه مثلا هلا مثلا انا شخص مثلا عندي متدرب بدي دربه هيت، اوكي مثلا تمرين الهيت بشده عاليه لشخص محترف هو ما بيتجاوز 30 دقيقه، تمام؟ بيجي انا بدرب هذا الشخص هيت 3 ايام بالاسبوع ورا بعض، انا هنا عملت عنده اوفر تريننج، لانه هو ما بيصير. نحن تحت 40 سنه مسموح لنا نلعب الهيت تقريبا بحدود 3 مرات بالاسبوع، يوم اي يوم لا، ثاني نهار يا بنعمل بريك غير نظام الرياضه، يعني يوم اي يوم لا وفي رياضه اخرى يا بنريح يا اما بنلعب تمرين ثاني نهار بس يكون منخفض الشده. هذا مثل ما قلت لك بيرجع لنوع التمرين اللي نحن عم نعمله. فنحن مثلا اذا كنا عم نعمل تمرين حديد كيف بيصير عندنا اوفر تريننج؟ انه نحن عرضنا عضلاتنا لضغط معين بالاوزان، تمام؟ صحيح. صار عندنا تلف بالالياف العضليه اللي بنقلها هي تمزقات مجهريه، هي التمزقات ضروريه بتصير بالعضله، بتعمل نوع من الالتهابات البسيطه بنعالجها بالراحه والنوم بعد التمرين مشان الليف العضلي بيرجع يبني بشكل صحي وبشكل مجدود وبشكل احلى. فاللي بيصير هون انه نحن عرضنا عملنا هذا الضغط على العضلات، صار في عندنا تمزقات، صار في عندنا هدم، اجينا لمرحله بعدها هي مرحله الشفاء الريكفري بعد التمرين، ما نمنا منيح، ما اكلنا البروتين اللي بحاجته الجسم، ما اخذنا الكارب اللي بيعوض الطاقه اللي نحن خسرناها وقت التمرين، اذا الليف العضلي هون ما رجع بنا، لساته متهدم، ما صار في بناء منيح، الطاقه ما عوضناها، النقص ما اخذنا حاجه جسمنا من الغذاء اللازم لحتى نعبي مخازن الطاقه عنا، فنحن رح نحس ثاني نهار نحن مجهدين، تعبانين، ما قلنا حيل نوقف، ما قدرانين نحمل الاوزان اللي نحن متعودين نحملها، حنلاقي انه احنا وزننا صرنا عم نحمل اقل وما عم نقدر نكفي التمرين للاخر، فهي النقطه اللي بتصير بالاوفر تريننج. والرياضه حياه هي، يعني طول ما نحن قدرنا فعلا نستغل الرياضه بالطريقه الصحيحه قديش بتنعكس على حياتنا بشكل تمام. جدا ايجابي. خلينا نحكي كمان زياده التمارين والرياضه دائما بيربطوها بامراض القلب وفينا نقول صحة القلب. مزبوط. هلا هي مو بس بصحة القلب، هلا بشكل عام الرياضة هي ما بتأثر بس على الجهاز الحركي تبعنا اللي هو العضلات والعظام بس، بيأثر كمان على الجهاز العصبي اللي هو الدماغ والأعصاب، بيأثر على الجهاز. يمكن مربوطة براسنا ثقافة القلب، بتصير الناس تخوف وترتبط كمان يعني بالجهاز التنفسي. يعني لما تقولي وجعتك رجلك ما كثير بياكل هم، بس لما تقولي له قلبك بينقز الشخص. مزبوط، لأنه كمان بترتبط بالجهاز التنفسي اللي هو القلب والرئتين والأوردة والشرايين. اللي بيصير هلا مثلا نحن كيف ممكن نعمل أوفر تريننج على قلبنا بالتمرين؟ مثلا احنا عندنا تمرين كارديو، هلا كل الاشخاص عندهم شيء اسمه ماكسيموم هارت ريت، يعني اعلى نبض بيصير له هذا الشخص بحسب عمره، يعني شخص تنقول عمره 20 سنه، شو الماكسيموم هارت ريت تبعه؟ نظريه كثير بسيطه انه ناخذ 220 ناقص 20،
اقترحنا من 220 عمره بيطلع معنا الماكسيموم هارت ريت تبعه اللي هو اللي نقول طلع 200، تمام؟ نحن بدنا نلعب تمرين منخفض الشده تقريبا، او شخص مبتدئ لازم تكون شده التمرين تبعه بين 65 ل 75، شخص بيلعب فتره اطول رياضه بتكون شده التمرين تبعه بين 75 ل 85، شخص محترف بتكون بين 85 ل 95، بس هدول الاشخاص لهم تدريب خاص لانه هن محترفين، مو مثل تدريب الجيم اللي نحن بنلعبه. تمام، هي نقطه كثير مهمه، نحن بنحكي عن الرياضه المرتبطه بانه انت في عندك كوتش عم يدربك، مش هي الرياضه العشوائيه عن طريق بالضبط، مو اي تمرين انا ممكن اشوفه انا مسموح لي انه انا العبه، فهون بيصير انه انا مثلا رحت لعبة التمرين هيث لنقول انه نبض القلب كان فيه بين 85 ل 95 وانا شخص لسه مو جاهز لهذا الشيء، قلبي الماكسيموم هارت ريت تبعه ما بيصل لهذا الرقم، تمام؟ انا عليت عن الرقم المطلوب مني اني انا اجيبه، فالقلب رح يفوت بحاله اسمها اترال فيبريليشن او عدم انتظام ضربات القلب، فهي الحاله هي حاله مرضيه طبيه، بصير نحن بنفوت بمرحله خطر، قلبنا عم يشتغل فوق طاقته، فوق قدرته على انه يشتغل، فهون صار في عنا مشكله بالقلب، ممكن نتعرض فيها لكثير مشاكل صحيه كبيره، لا سمح الله ازمه قلبيه، توقف قلب مفاجئ، فنحن بنكون عرضنا حالنا فعلا لاذى كثير كبير بسبب افراط بالتمرين، لعدم قدرتنا انه نحن نعرف او عدم ثقافتنا انه نحن بنعرف انه تمريننا لازم يكون بحدود معينه. وهذا اللي بنسمعه كثير مثلا يعني بالاونه الاخيره، حوادث سمعنا عنها كثير، انه مثلا شخص توفى فجاه، وقفت عضله قلبه لانه كان فعلا عم يعمل تمارين قاسيه، كان بجيم لساعتين ثلاثه، وفنان مشهور حتى توفى بهي الطريقه. هون الحق على مين يعني بهي، يعني لما يكون في هي الثقافه والمعلومات الكافيه وضمن الجيم وفي كوتش، هون بتكون المتمرن مثلا عم يطلب زياده مشان اللياقه البدنيه. احيانا الصراحه بترجع للمتمرن، يعني مثلا هلا نحن مثلا بالتمرين، احكي لك مثال بسيط، انا مثلا بفوت لعندي صبيه جديده على الكلاس تبعي، اوكي؟ الكلاس تبعي مثلا عندي صبايا عم يلعبوا من 7-8 شهور مع بعض، اوكي؟ لياقتهم كثير منيحه، بتفوت صبيه جديده عم تلعب معنا بالتمرين، انا بأشرها انه انت وقفي هلا، اوكي؟ هي شو بتقلي؟ لا انا بقدر، فيني كفي كوتش، انا بعرف انه انت ممكن يكون عندك قدره انك تقدري، بس انا بعرف انه انت مبتدئه، مستواكي غير مستوى، انا بعرف هذا التمرين نبضه العالي بهذا الوقت بيكون بهذا الرقم، فانت لازم تريحي لحتى تقدري تكفي لاخر التمرين، انا فيني اضغطك، بتضغط حالها اول 10 دقائق ربع ساعه بالتمرين وبعدين بتفرط اخر التمرين، ما تقدر تكمل الساعه، ممكن هي تكون حاسه حالها انه قدرانه بس بعد شوي هي ما حتقدر، ممكن هذا التمرين يرفع نبض قلبها للرقم، هي لساتها مبتدئه، لازم نبضها ما بيطلع عن ال 65% او 75% او 70 لنقول، فهي ممكن هذا النبض يكون واصل لل 85، فهو اوفر عن طاقه قلبه وعن طاقه جسمه، فهي النقطه انه احيانا المشترك هذا عم نحكي نحن بحس انه كان الكوتش حاطط نظام تمرين مزبوط، النظام صح والحجم والكثافه تبعت التمرين مزبوطه وبتناسب الشخص اللي عم يلعب، هون بقى بيكون الحق بصراحه على المتدرب، هو اللي ما بيكون عنده ثقافه على هذا الشيء، وهي طبعا مهمه كمان المدرب انه هو لازم يوعيه لهذا الشيء، لازم يكون شارح له هذا الكلام، لازم يكون يعرفه انه انت لازم تبدا شوي شوي خطوه خطوه نطور لياقتنا على مهل، في عنا وقت لحتى بتحسن القلب لنرفع لياقتنا، نحن اول شهر بنلعب رياضه تقريبا كله هو فينا نعتبره انه بدايه لياقه يعني مش اي يعني نحن لتتحسن شوي لياقتنا لنصير نقدر نمشي على الميوزك صح، لنصير نقدر نجيب السرعه تبعت التمرين بشكل مزبوط، نقدر نلعب بكثافه مزبوطه، هذا بده شوي وقت، ما بيزبط معنا باول اسبوع باسبوعين، بيجوا الناس متحمسين على الجيم، انا بدي نزل وزني بدي اعمل جسم خلال شهر، شهر ما بيعمل جسم وشهر ما بينزل دهون، شهر لسانا عم نبني شوي لياقتنا عم بنحسنها لنفوت على التمرين المضبوط لقدام شوي. طيب كوتش خلينا نحكي عن العمر، بيلعب دور؟ يعني لما اقول انا مثلا ضمن هي التدريبات والتمارين الرياضيه والساعات الطويله، انت ككوتش مثلا اذا الاعمار مختلفه، يعني لما تتطلب مجهود اضافي او لياقه بدنيه اضافيه، العمر بيلعب دور فيها؟ إيه طبعا اكيد اللي بيلعب العمر دور، يعني مثلا ممكن يجينا شخص على الجيم عمره لنقول 45 سنه بده يفوت يلعب رياضه، اول مره جاي يلعب رياضه، يجي بيفوت بيلعب صف كيك بوكسينج، طب صف الكيك بوكسينج لياقته كثير عاليه، اللي عم يلعبوا فيه شباب اعمارهم بالعشرينات، مو معقول انا اجيب شخص عمره 40 سنه احطه بصف عم يلعب مع شخص عمره 20 سنه، هذا الماكسيموم هارت ريت تبعه بحسب عمره مختلف، هلا قلنا نحن انه الماكسيموم هارت ريت تبعنا بترجع بحسب العمر، 220 ناقص العمر، تمام؟ فانت لما بتطرح 220 20 من 240 مو مثل لما بتطرحها من 40، في فرق كثير كبير صار عندنا بالماكسيموم هارت ريت تبع هذا اللاعب وهذا اللاعب، فمو معقول انت مثلا شخص مبتدئ بتفوت على صف اعلى من طاقتك او صف ما بيناسب عمرك احيانا،
او ممكن مثلا شخص مثلا هلا لما يجوا لعنا اللي اعمارهم صغيره اللي سن 16 و15 اي كمان هدول الاشخاص مثلا ممكن هن يروحوا يتوجهوا لتمرين الحديد مع انه هدول الاشخاص انه هن لسه جسمهم قوي قلبهم نبضه كثير منيح لياقته عاليه هدول بيناسبهم كثير يلعبوا انواع الصفوف اللي هي فيها نبض قلب عالي اللي هي مثلا الكومبات الفايدو لياقتها كثير عاليه ممكن يتدربوا رياضات اهم من انه مثلا هن يروحوا دغري على تمرين مثلا الحديد هي بشكل ثقافي مثلا تحسي مثلا الشخص بيروح على الجيم او بده يلعب رياضه بتلاقي في موضه مثلا الناس اليوم عم تلعب هي الرياضه الكل بيروح مزبوط يعني هن بيروحوا مشان الشكل بس تماما بس هن ما بياخذ بعين الاعتبار انه انا مثلا مو بس انا العضلات عندي لازم نميه انا عندي عضله القلب كمان انا لازم نميه لازم انا العب كارديو كثير منيح انا بعمري بيسمح لي العب هي الصفوف اللي هي نبض القلب تبعها عالي فيني العب هيك مسموح لي هلا الشخص بعد 40 ممنوع يلعب هيك اكثر من تقريبا ساعتين يعني مرتين بكل الاسبوع يعني مثلا انا تحت ال 40 فيني العب 3 ساعات انا بستغل هذا الحكي بلعب 3 ايام هيك بعمل مثلا نهارات حديد بعمل مره منخفض الشده مره عالي الشده بنوع بيناتهم بس دائما بلعب التمرين اللي بيناسبني ما فوت على تمرين هو فوق طاقتي لانه انا شايف العالم عم يلعبوا او متنشطين عم يلعبوا حلو بس انا ممكن ما اكون انا لياقتي ما بتناسب هدول الاشخاص اللي عم يلعبوا لازم انا اختار الصف اللي بيناسب لياقتي انا مبتدئ بلش على الخفيف ممكن انا فوت على الجيم بلش شوي كارديو على التريدميل على الاوبتيكال العب شوي حديد باوزان معتدله بعدات مزبوطه لإلي بعدين انا بصير برفع مستواي. طيب خلينا نحكي طب اذا الشخص هو اساسا رياضي يعني مضطر ليعمل تمارين رياضيه اضافيه واصاب ب فينا نقول متلازمه الافراد بالتدريب او صار عنده مشكله ومضطر يعني عنده مباريات بشكل مستمر، هون كيف يتم التعامل مع هي الحاله؟ تمام هي الحلول اللي نحن بنتبعها لنخلص الشخص من هذا الموضوع، هلا في كثير اشخاص بس يصير عندهم هي المتلازمه بيقولوا لك انه في ناس بتقول لك انه انا رح ارتاح، بيترك التمرين شي اسبوع، ممكن طول الفتره معه شي شهر بيقول لك انه انا بدي ارتاح هون هذا الغلط اللي بيعملوه نحن اذا صار عندنا اوفر تريننج مضطر لا ما يرتاح مثلا لازم عنده يلعب التزامات. هو لازم يلعب يعني بس شو اللي بيصير انه لازم يكون التمرين منخفض الشده يعني انا بهي الفترات ما العب بالشده العاليه اللي عملت لي الاوفر تريننج عندي لا انا بلعب تمرين بضلني عم بتمرن بس تمريني بيكون منخفض الشده ووعي اللاعب على النظام الغذائي الصح وعلى اهميه النوم المزبوط لحتى يرجع يبني جسمه بشكل مزبوط نغير له بيئه التمرين يعني مثلا انا متعود انه انا ادربه بالجيم اليوم اخذه اعمل له تمرين اوت دور اليوم ابعته يروح يسبح يغير جو هذا التغيير هو بالاصل هرب من التمرين لانه صعب ولانه ما عاد قدر عليه فانا بالضبط العب على العامل النفسي انا بغير له بيئه التمرين كلها وبغير له نوع التمرين كله هون هو رح يحس بالفرق رح يرجع يرغب بالتمرين مره ثانيه ودائما بتكون الشده منخفضه بهي الفتره لحد ما يرجع هو جسمه يرمم ويرجع للياقته المعتاده طيب بما انه حضرتك كوتش خلينا نسألك إنه ممكن يكون في أشخاص عاملين رياضات خاطئة أو بيجوا بيلتحقوا بالجيم من خلال مثلا الإنترنت على اليوتيوب التمارين المنزلية بتشاهدوا هيك حالات؟ اكيد بنشاهد كثير هيك حالات لانه مثلا هلا صارت العالم كثير بتتابع هلا الرياضه شيء كثير اساسي ومهم عند الكل ويعني بكل العالم مبدئيا يعني هي الرياضه شيء مثل الاكل مثل الشرب شيء مهم فبيتابعوا اشخاص خصوصي مشاهير ممكن يكونوا هن رياضيين عندهم كوتشات ممتازين مدربينهم بشكل كثير مزبوط بكونوا عم يلعبوا تمارين تكون هي تمارين اصلا يعني هي تمارين صعبه بدها تكنيك معين في عندهم كوتشات مشرفين عليهم لحتى واصلين لهذا المستوى ممكن انا شو يشوفوا فيديو عم يلعب هذا الشخص هذا التمرين ليش بياخذ الفيديو مثل ما هو يروح هو بيطبقه طب انت ما بتعرف اذا انت فعلا جاهز انك تلعب هذا التمرين خصوصا اذا كان تمرين صعب بركي انت ما عندك قدره انك تلعب هذا التمرين بركي انت ما لقطت الشغلات الصغيره في احيانا تفاصيل صغيره بالتمرين ممكن تعمل لنا اصابات زاويه غلط بتضرب مفصل زاويه غلط بتعمل تمزق فانت لسه يعني شفت التمرين بس انت ما بتعرف تكنيكه مزبوط 100% او تحمي ما عندك 10 دقائق بالبدايه كمان بتلعب دور هي بتلعب دور احيانا نوع الاحماء تبعنا يعني حتى الاحماء هو اللي بيقول لك انه ابسط شيء انا فعلي تحمي طب كل رياضه في لها احماء خاص انا بدي العب رجلين عندي احماء خاص للرجل عندي احماء عام واحماء خاص بالرجلين عندي ابر بدي عندي احماء خاص كمان للابر بدي فهي نقط لازم ينتبهوا لها انا بعرف حالي انه انا مثلا عندي كوتش
مشرف عليه بالتزم مع الكوتش تبعي. انا حابب اعمل شيء، اسال الكوتش تبعي انه انا شفت هذا التمرين فينا نلعبه، اعمل استشاره هل هذا التمرين بيناسبني ولا لا، بس مو من حالي انا فوت العب اي تمرين بدي اياه. يمكن ضغط العمل، يمكن او الظروف بتخلي الناس مثلا انه بالبيت يمكن اوفر وقت او اوفر ماده، بس ما يعني هو اكيد مو غلط. نحن ما هي ضروريه مشان الاخطاء الشائعه اللي بنشوفها بشكل مستمر. تمام، يعني مو شخص مثلا ما نقدر ينزل على الجيم انه لا معناته خلص ما تلعب رياضه، لا العب رياضه لو بالبيت بس انت ركز. انا بدي العب رياضه، اوكي انا بعرف حالي انه انا هلا مبتدئ، تمام في فيديوهات كثير، في شرح لك كثير كوتشات بمجال الرياضه بتحكي عن المبتدئين المتوسطين المتقدمين، كل نوع تمرين مين لازم يلعبه ومين لا، بينبهوا على الاصابات. اختار فيديو انا مبتدئ، اختار فيديو كارديو منخفض الشده، اختار تمرين حديد للمبتدئين، بتكون تمارين واضحه سهله بسيطه ما فيها تكنيك عالي ما فيها زوايا صعبه للتمرين، ساعتها انا بضمن انه انا ما بيصير معي اصابه مع الوقت وبقدر استمر لفترات طويله. في ناس عندها بصراحه ثقافه وبتتابع منيح، بتعمل برامج كامله بتلعب بالبيت. انا صحيح. بيجيني احيانا مشتركات الا انت بتلعبي قبل، تقولي لا انا كنت عم بلعب بالبيت، بس بتكون متابعه صح لها اشهر عم تلعب بالبيت، بس وصلت لمرحله انه هي حست انه خلص صار لازمها جيم، بتصير بتنزل على الجيم مع كوتش بتلعب، بس هي مبلشه صح شوي شوي ما فتت على التمرين. في ناس مثلا بتسمع انه تمرين الهيت بيحرق دهون بشكل كثير كبير بروح بنزل فيديو هيت وانا فوت العبه وهي بتكون مجهزه انها تلعب هذا التمرين. طيب خلينا نحكي بالختام، الرياضه حياه والرياضه بتعطيك يمكن طاقه حيوية وجميلة. الأطفال يعني اليوم بنشوف، نحن كنا سابقا بالمدارس إنه حصة الرياضة لا بنعطيها لأنسة العربي بنعطيها لأنسة الكيمياء أهم، قديش مهم فعلا اليوم عم نشوف لا تحول جذري حتى بالروضات إنه عم يعطون لا رياضة عم يدخلوا رياضات صحيح. جديدة ورياضات مختلفة ومنوعة. قديش مهمة اليوم الرياضة للأطفال؟ طبعا كتير مهمة خصوصي بالوقت اللي نحن فيه بعد ما اجت علينا أول شيء أزمة الكورونا صحيح. اللي صار عنا حظر وصار عنا قعدة طويلة للولاد بالبيت، صار في عنا تعليم أونلاين تمام، وغير هيك الولد صار كل الوقت صحيح. قدام التاب وقدام الموبايل عم بيحضر، صارت الحركة عنده كتير قليلة، لازمه حركة مشان هرمونات النمو عنده بتكون منيحة، مشان نمو جسمه بشكل صحي، مشان العظام تبعته، وحتى هذا الشيء بيأثر علينا للكبر للصراحة. يعني نحن لما بيجينا ناس نحن إذا بنشوف الأشخاص اللي هن مثلا بالدول الثانية اللي هن بيهتموا برياضة بصغر، لما بيجي شخص يلعب رياضة بتكون ثقافته الرياضية لياقته منيحة بيفهم على الكوتش، نحن بيجينا أشخاص هن للصراحة بتكون لياقتهم سيئة لدرجة إنه هن ما بيعرفوا يحركوا إيد مع رجل، ما بيعرفوا يستوعبوا تمرينين مع بعض، المارش تبعهم اللي هو مشي بيكونوا عم يمشوا أحيانا غلط، فهذا تأسيس من صغر. لما يكون الولد لما بيجيني مثلا لعبة مثلا انا عندي لعبه باليه، اوكي كانت تلعب باليه من 20 سنه وقطعت زوجت جابت بيبيات وقصص من الحكي هذا، لما رجعت لعندي على التمرين كانت كثير قويه بتستوعب الحركات بسرعه، لياقتها منيحه بدايه، يعني بتقدر بتضاين معي بالتمرين، بتسمع الميوزك صح، بتمشي معها لانه هي مؤسسه من صغر صح. فهذا كثير بيرتبط لبعدين مع العمر للولد، بتاسس عضلات قويه، يعني لما بيكون صغير بتلعبوا جمباز بتلعبوا سباحه. باي عمر بتنصحي في البدايه مع الطفل؟ 3 سنوات ولا سنتين؟ كمان على حسب نوع الرياضه اللي احنا بدنا نلعبه فيها. هلا الرياضه بشكل عام من اكيد من عمر 3 سنين، فينا نبلشها من 4 سنين، هلا سباحه في بلش من عمر 3 سنين ننزل الولد على المسبح، جمباز من عمر صغير لازم يبلشوا فيها من 4 سنين، هلا العاب الكرات ممكن يكونوا اكبر شوي ناخذهم باعمار 6 سنين و7 سنين لفوق او ممكن حتى 10. كل رياضه في لها عمر معين، بس نحن لازم ندخل الرياضه بشكل عام من عمر صغير للولد اكيد. هلا ممكن الشهير دائما بيقول لك المشي والجري للكبار، كمان هي رياضه شائعه، يعني نشوف حتى بدول تلاقي دائما الساحات فيها ناس عم تركض او عم تمشي. مزبوط رياضه لان هي بشكل عام بتعمل اهم نقطتين بيهموا العالم اللي هن بتنزل بتحرق دهون من الجسم وبتحسن صحه القلب، فهدول كثير نقطتين كثير مهمين، وهي اسهل نوع رياضه ما فيه ادوات، ما في مجال فيه للخطا، ما بده تكنيك عالي، ما بده اي شيء، ساعه مشي بالنهار متوسط الشده مشي سريع مو قزدره، اوكي لابسين بوت رياضه مزبوط ماشيين على ارض صحيه منيحه، بتساعد كثير منيح انه نحن نحرق دهون ونحافظ على صحه القلب تبعنا. بتنصح بحدود 150 دقيقه بالاسبوع مشي كرياضه، فهي كثير منيحه للشخص. بدي اتشكرك اكيد الكوتش منال المصري على وجودك معنا وعلى الطاقه الحيويه اليوم اللي منحتيها لصباحنا، وفعلا الرياضه حياه، يعني لو كانت مساحه صغيره ومشي يمكن هذا اكثر شيء بكلفك مجهود وماده ضمن الظروف الاقتصاديه الصعبه. شكرا كثير لك. واهلين فيكي، وانا كثير تشرفت وجودي معكم.